بنور وجهه الكريم وبسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الواحد الأحد. بسم الله الفرد الصمد. بسم الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله عظيم السلطان شديد البرهان. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت أبا القاسم يا رسول الله. وطن أخوات الإيمان والإسلام، خير بداية في هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم الراحل الكريم الذي صعدت روحه إلى رب العرش العظيم، والمغفور له بإذن الله تعالى، المرحوم الحاج فتحي أبو خاطر. نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان. نعيش إياكم خاشعين ومنصتين إلى علم من أعلام القرآن الكريم وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بكفر ميت العبس في مركز أوسنا منوفية، فضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد عزام. نسأل الله له التجلي والتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية باسم الحاج سعيد أبو خاطر شقيق الراحل الكريم، وباسم الحاج أيمن فتحي خاطر، والحاج خاطر فتحي خاطر، والأستاذ محمد فتحي خاطر أولاد الراحل الكريم، وباسم جميع عائلة خاطر بالميمونة، وباسم الحاج موسى أبو طالب طفل، باسمهم جميعا أتقدم بخالص الشكر إلى كل من حضر لأداء واجب العزاء. ومع القرآن الكريم أترككم في رعاية الله وأمنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. ولكن
ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يسألونك عن الأهل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى
جئتُ البيوتَ من أبابها واتقوا من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فإن انتهوا فلا عدوان إلا
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل لما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ففدية صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إذا رجعتم تلك عشرة كاملة يا رب الله يكرمك يا رب الله يكرمك يا رب تلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام
الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فما وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه وإن كنت
الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أبيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومن حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب أولئك
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. خير بداية في هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم الراحل الكريم المرحوم الحاج فتحي أبو خاطر، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان. عشنا وإياكم مع قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بكفرية العبسي مركز أوسنا منوفية فضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد عزام، ونقلناها لكم عبر أسير موجات إذاعتنا العاملة الهندسة الصوتية والكهربائية وكبرى مخازن الفراشة الحديثة بجمهورية مصر العربية، إدارة ومحلات الحاج عيد حسين المقيم بالميمونة، وكان معنا صاحب سفراء القرآن الكريم وعميد المصورين بمحافظة الشرقية المهندس ناصر صلاح، لينقل لنا هذه الليلة عبر شبكات الانترنت لنراها كل يوم وليلة. يا المعزون الكرام، باسم الحاج سعيد ابو خاطر شقيق الراحل الكريم وباسم الحاج ايمن فتحي خاطر والحاج خاطر فتحي خاطر الاستاذ محمد فتحي خاطر وجميع عائلة ابو خاطر بالميمونة، وباسم الحاج موسى ابو طالب طفر باسمهم جميعا نتقدم بخالص الشكر الى كل من حضر لاداء واجب العزاء.